الهام بتاع ضربه كانت عاوزه منك ايه يا عرب؟ مفيش يا حبيبتي، هي كتر خيرها قالت تعزمني على فسحه في الاهرامات، يعني عشان تخليني اغير جو. طب اسمعني بقى كويس، انا سايباك تعمل ما بدالك وتشتغل مع عبد ربه، مع انك عارف كويس قوي ان انا ما بطيقش سيرته، لكن بنته تيجي تلف عليك وعايزه تاخدك، اهو ده اللي لا يمكن يحصل ابدا يا عرب. ولو حصل من غير ما تزعقي بس يا ما وتتعصبي، اهدي. اول هام انا ما اقدرش على زعلك، تاني حاجه انا وانغام مش لون بعض، دي دلوعه الحاج اللي على الحجر، اكيد هيبقى عايز يجوزها جوازه تقيله. يا اخويا جوازه تقيله جوازه خفيفه، يجوزها ما يجوزهاش، المهم ان ربنا يبعدهم عننا. انا ضاع مني سندي زمان بسببه، ومش هقدر استحمل ان انت كمان هيجرى لك حاجه بسببه. رايح بالك يا ست الكل، انا خلاص اتهورت وخدت قرار مش هرجع فيه، انا هتجوز البت حنان الاسبوع الجاي. بجد؟ بقولك اتهورت يعني بجد. هو ده عرب ابني حبيبي اللي ما يخلاش بالولايه ولا يرجع في كلمته. طب بكره تشوف يا عرب، بكره تشوف ربنا هيكرمك ازاي ويبارك لك لما تسطر البت دي. يا غدي انت هتتجوزي يا عرب الله يا جميله؟ شوف الولايه، اوعى حد يسمعك بتقول عرب الله دي في المنطقه، هي بتتهز في المغربين كلها. سيبنا دلعك ونفرح شويه، بلا هيبه بلا خيبه. طب اقول لك يا امه، هو انت ليه بعد السنين دي كلها متاكد ان عبد ربه هو اللي قتل ابويا؟ أول مرة أحس إن سؤالك المرة دي مش عشان تدافع عن عبد رب. عبد رب قتل أبوك لما حرق المحل بتاعه وحرق قلبه عليه وتسبب في موته لما أبوك حاول يلحق اللي باقي من المحل فاتحرق في نار. يمكن تكون نار المحل انطفت يوميها، بس نار قلبي أنا لسه قايدة من يوميها ومش عارفة إمتى هيقول الأوان وتنطفي يا عرب. فيو، مشاهدة أكثر بحث أقل.